هل وضعت اليوم نهاية واضحة وجذرية لعصيان وزير الخارجية عدنان منصور سياسة حكومته عن النأي بالنفس؟ حتى الساعة 5 عصرا ظل منصور يكابر ويؤكد أنه لم يتسلم أي رسالة من رئيس الحكومة نجيب بقاتي تتعلق بالكلام الصادر عنه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، علما أن معلومات الام تي في أكدت أن دراجا انطلق قبل ظهر اليوم من السراي الكبير في اتجاه وزارة الخارجية، وأنه سلم دوائرها رسالة من ميقاتي إلى منصور شديدة اللهجة. وعلم أن منصور لم يغير موقفه ولم يعترف بتسلم الرسالة إلا بعدما تأكد له أن الرئيس ميقاتي على استعداد لنشرها حرفيا في حال إصراره على نفي تسلمها. هكذا انتهى الإشكال بين ميقاتي ومنصور، فهل ينتهي معه إصرار وزير خارجية لبنان على عدم الالتزام بسياسة حكومته؟ إضافة إلى الإشكال الحكومي، فإن الإشكال الانتخابي يراوح مكانه، والطرح التوافقي الذي قيل إن تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يسعيان إلى تسويقه لم يحقق النتائج المطلوبة منه. هكذا فإن معظم القوى المؤيدة الأرثوذكسي لم تبدي تجاوبا مع طرح المستقبل الاشتراكي، وطالبت قبل البحث فيه بصدور إعلان واضح وصريح من القوى المؤيدة قانون 60 أنها تخلت عنه مقابل تخليها هي عن قانون اللقاء الأرثوذكسي، بحيث يبنى على هذا التخلي المزدوج مسعى حقيقي للتوصل إلى قانون توافقي. لكن هذا الأمر لم ينجح حتى الآن، لذا فإن الحوار الجدي حول قانون الانتخاب مؤجل إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، في حين أكد مرجع مسؤول للأم تي في أن الانتخابات وفي حال عدم ظهور قطب مخفية أخرى مؤجلة إلى التشرين الأول على الأقل. في الشأن الانتخابي أيضا، وزير الداخلية يفتح باب الترشيح للانتخابات الاثنين على أساس 60 مرغما.